وقرر قوانين الملة ورفض العباد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاد الدائبين وخلق بكم المؤمنون من جنه وإنسه. وقال جل القائل الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على النبي الهاشمي الأطفى وارض اللهم عن أصحابه السادة الخلفاء. وكرمك ورحمتك يا أكرم من بشر وسرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دولنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم بلد الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من لهم واشكروهم على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما Kami sudah berusaha untuk mengurangkan jumlah masyarakat yang berkumpul.